كما أكد كوبر المدير الفني للمنتخب أن عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي في حسابات الجهاز الفني للفراعنة، وأنه لاعب جيد لكنه لم يكن يشارك مع فريقه بشكل مستمر وسجل هدفين مؤخرا، لكننا نتابعه والباب مفتوح أمامه في المستقبل. طبعا موجود عمرو مرعي، موجود في حساباتنا موجود طبعا. عمرو مرعي اتفرجنا عليه من فترة طويلة جدا، من قبل حتى احترافه. لعب ما لعبش، وكان لما راح الفريق التونسي قعد فترة ما يلعبش، وبعد كده لعب فترة قليلة، وبعد كده هي آخر مباراة بس اللي أحرز فيها هدفين. بص حضرتك، لو فنيا هنتكلم عن اللعيب، مميزات، عيوب، تحركات، ممكن أقول رأيي. بيساعد مع زمايله في الدفاع، ازاي تحرك، ازاي المهارات بتاعته. ده لعيبه لسه ما جاش معانا ولا مره. الجوار ده ايماجن كوندو ستان سوكلو، بيدي ايمج، بيدي صوره لشكله هو في النادي بتاعه. انت كمدرب بتبدا تتفرج عليه وبتبدا تحللها. يا ديما كوان ان كلوبس امبورتانتس، وكمان واحد زي عمرو ما بيلعب في نادي 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 كبير. يو كيرو بنسار كي سي فين ان ديا لا سيليكسيون، فبالتالي لما يجي المنتخب ahí lo conoceremos exactamente como es، pero او نتعرف اكتر على الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، بتبقى تعرفها عن قرب لما يبدا ياخد دقائق دوليه. Yo creo que de acuerdo a lo que uno ve en su club uno puede، لكن احنا على بالنسبه لمستواه في النادي تقدر بشكل ما تحدد puede considerarlo para la selección. انت عايزه ولا لا؟ ده احنا تفكيرنا بشكل فني اكتر منه نفسي في الوقت الحالي. puede ser، فممكن طبعا يفيدك وممكن ما تعرفش، ما تقدرش انت تحس بيها دلوقتي.